اهلا وسهلا. خبرنا اكثر، رح تخبرنا اكثر عن التنمر تفضلي، وخصوصا انه التنمر اليوم صار من اولويه القياده بتنشئه جيل المستقبل. اهلا وسهلا فيكي. اهلا. منا وامجد ودعاء. امجد دعاء اسمي دعاء. منا وامجد ومهند، خبرونا شو كنتوا عم تحكوا، لان احنا كنا عم نحضر حالنا. عن شو كنت عم تحكي؟ كنا بنحكي عن التنمر، بس شو بالضبط؟ التنمر بين الأطفال، وصار حديث السوشيال ميديا اليوم، إنه يعني شفنا ظواهر بتطلع، شفنا أطفال للأسف عندهم ثقافة والله الشراسة شوية، الضرابة، إنه حب التسلط على الأطفال الآخرين أحيانا، أو إيذائهم بكلمات نابية. بتوقع الدور بيقع على عاتق مين اليوم؟ بسم الله الرحيم. طبعا نتكلم عن التنمر. التنمر طبعا الدور الرئيسي هو من البيت. احنا قاعدين نربي اجيال، احنا نفهم مفهوم التنمر. تصير مواقف بيننا بين الاطفال، مثل حتى احنا الكبار، بس مو بعارفين ان هذا هو تنمر. فاذا احنا بنكلمهم او مثلا التوعويه، او احنا مثلا نتكلم وياهم، هني يفهمون شو معنى التنمر. مثل حتى مثلا صغيره بتقلط على اختها، او مثلا هالاشياء هم مو بعارفينها ان هي تنمر. فلازم يعني احنا اليوم انا هني وجودي اساسا نقول شو هو مفهوم التنمر، ونتكلم عن انواع التنمر. صح، مثل ما تكلمتك دائما التنمر كذا يرتبط في القوه. مثلا واحد طفل يشوف اخوه الكبير قاعد يعلق على اخوه الاكبر عنه، ويشوف اخوه الكبير مثلا زعل على هالموضوع، فالصغير راح يفكر على طول ان هذا قال له كلمه خلاه يتنمر عليه بهالشيء بهذه الطريقه، بس نفس الوقت خلاه يكسب يضعف عنده يعني. فيكون هالشيء عند الطفل كقوه، يقول له خلاص انا اقدر اتنمر على اي واحد كمثال اني انا قوي. دائما هو الشخص المتنمر يشوف نفسه قوي، فيفرض سيطرته على الاخرين، يعتدي عليهم مثلا دائما بالتكرار، سواء مثلا كان لفظ او. فنلاحظ هالاشياء دائما يعني تكون بالذات بين الاخوان، حتى اوقات يكون العكس. مثلا الصغير اذا كان مدلل في البيت فهو يتنمر مثلا انه في حد يدافع عنه. طيب استاذة سلوى، لو مسكنا القصة من اولها من بدايتها، خبرينا شوي شو انواع التنمر، كيف تختلف؟ هل تختلف من بيئة لبيئة ومن بيت لبيت؟ هو اكيد تختلف في انواع للتنمر. مثلا عندنا التنمر اللفظي، عندنا التنمر الجسدي، عندنا العاطفي، عندنا مثلا التنمر العاطفي. العاطفي شو هو التنمر؟ هو العاطفي اكثر شيء بشوفينه بين الشباب، حتى في فترة المراهقة اكثر شيء بشوفين بينهم العاطفي، لأنه بيأثر فيهم. فأنا يعني انصدمت الصراحة أن حتى التنمر العاطفي يحتل الثالث عالميا. صح. على مستوى العالم يعني بنسبة القتل أو الانتحار. صح. بسبب يندرج من تحت بعد الإشاعات الإساءة. أكثر شيء الواحد إذا بتنمر بيطلع إشاعة على الشخص الثاني، بخليه بسهولة يعني يدمر حياته بكلمة واحدة يمكن. ده دائما يعني مثل إحنا مثلا نعك كلمة على حد ولا، بس ما نعرف شو تأثير الكلمة. صح. للطرف الثاني، فهالشيء له دور كبير. انت يعني توش تكلمتي عن التنمر، قاعد اتكلم وهي نفس السالفه. مش مشكله، عادي عادي. لا أيه. التنمر الجسدي توش تكلمتي عنه، كيف يكون التنمر الجسدي؟ اكثر شيء احنا بنلاحظه بين الاطفال، يعني هو اكثر شيء، او الكبار مثلا تكون عندهم مثلا مواقف صارت بين بعض، مثلا واحد يدافع عن نفسه او شيء يعني. بس بين الصغار دائما نحسه في المدرسة موجود الجسدي، بالذات حتى فئة الذكور يعني. في البنات ما نحس، في مدارس البنات هالشيء مو موجود. عند الذكور أكثر شيء، لأن شطانتهم ولعبهم غير يعني، وتفكيرهم كله بالذات هالفترة عن الألعاب اللي بدأت تطلع الحين أثر عليهم وايد، أثرت عليهم. طيب أنا عايزة أدخل معك في موضوع تاني سلوى. فئة المدارس، الأطفال في المدارس، الأم ما بتبقاش مع طفلها في المدرسة، ممكن تكون مش بس من زملائه، بعض حتى المدرسين ممكن يكون بيتنمروا على الأطفال، مش بس المدرسين، ممكن العمال اللي موجودين في المدرسة. الطفل بيخاف يروح يحكي مثلا للبيت، ده بيسبب عقد نفسية. أكيد إحنا بس بعد قلنا الأساس هو من البيت. لازم أنا مثلا كمثلا أم فاهمة وهذا، بكلم عيالي عن التنمر. مثلا خلاص هم رايحين المدرسة، منتقلين مكان ثاني، بتواجههم أشياء مثلا من الصغار من الكبار، فلازم إحنا نكلمهم. إذا صادفهم هالشيء أو حد غلط عليهم أو تكلم عليهم، ما يسكتون، يلجؤون إحنا على طول. طب أستاذة سلوى، إذا كنا نحن أهالي الأطفال اللي عم يمارسوا التنمر على أصدقائهم، كيف فينا نتصرف بهي الحالة؟ هاي هي مشكلة كبيرة. أنا شو مثلا أي الولد مثلا يرجع من المدرسة يقول حق أمه مثلا هذا ضربني،
ليش ضربت متخذها؟ زين انت قوي، انت بطل، اضربها زياده. ما هي دي الفكره. قصدي يعني هالشيء غلط. الاطفال اللي عم يمارسوا التنمر، يعني انا ابني هو اللي عم يتنمر على اصدقائه، يعني ابني مثلا بيرجع بيقول لي انا ضربت فلان واخذت من فلان كذا وهيك، كيف بقدر اتحكم بهي العقليه اللي انزرعت عند الطفل؟ يمكن مو مني، يمكن من البيئه المحيطه فيه. هي فلازم مثل انا كدوري لازم اذا في طفل عندي متنمر في البيت انا بلاحظ عليه على طول، بشوف انه هو عصبي ما يستحمل مثلا كلمه زياده او شيء، على طول في عنف. حتى لو ما في عنف بشوفينه مثلا يبغى يغايظهم، بيتكلم بيعق عليهم كلام. فانا لازم مثلا هذا الطفل مثلا اللي عندي في البيت او مثلا حتى لو ماخذنا السلوك من برا، انا من الاحظ عليه على طول ببدا اتكلم معاه، أنا بكلمه عن التنمر مثل هالأشياء، هو ما يعرف أنه طبعا تنمر. صحيح. حتى يسألون شو يعني تنمر. طيب خلينا نتكلم بشكل أوسع شوية، وشاركونا كمان شباب في الموضوع لأن أنا يهمني رأيكم. نعم نتنمر عليكم. فكرة في إيه؟ أنه زمان ما كانش فيه التركيز ده يا نوار على التنمر أو على مواجهته أو محاربته. صح. مؤخرا بس سلوى بدأت تبدأ مبادرات التنمر، ايه السبب في ده؟ ده اول سؤال عندي، يعني ايه السبب في اهتمامنا مؤخرا بالتركيز على محاربه التنمر في كل مكان؟ تاني حاجه، تاثير التنمر ده على المجتمع بشكل عام. طبعا اكيد التنمر ياثر منهم مثلا من الصغار والكبار، فشيء اكيد ياثر في المجتمع. فدائما مثلا ما شاء الله يعني حكومتنا مو مقصره هنا في دولتنا، ولا وايد مشددين على هالاشياء، يعني سمعت مثلا حتى سمعتهم سمعت الدوله. والتنمر يعني الشيخة فاطمة بنت بارك الله يحفظها، يعني الله فهي وايد محافظة على سمعت بالذات الأطفال في المدرسة وعن التنمر. مثلا عندنا كيف بقول لك، أنا عايزة أوضح لك وجهة نظري. يعني مثلا إحنا كنا بنشوف إنه في ناس يا سلوى مش عايشة حياتها صح. يعني كانت مثلا ناس من أصحاب الهمم مثلا نوار ما بتقدرش إن هي تطلع وتشارك في المجتمع بسبب التنمر اللي هي بتتعرض له. بنشوف ناس مثلا عندها حالات نفسية مريضة، عندها مثلا عيب خلقي في خلقتها، عندها شيء يعني فاقدين مثلا طرف من أطرافهم، ما كانوش بيعرفوا يتعاملوا ويختلطوا في المجتمع مع بقية الناس. بس بعد ما طلعت مبادرات محاربة التنمر وان احنا بدأنا نوعي الناس انه جميع الفئات اللي في المجتمع شركة في الوطن، شركة في الارض، دي لازم كلنا نحترم بعض. ده اللي انا كنت اقصده، انه لما لقينا الموضوع زاد عن حده في العالم كله مش في مكان معين، بدأنا ان احنا نستغل ده ونعمل مبادرات للتنمر. هو زاد عن حده بس الحمد لله، يعني احنا مسيطرين على الوضع. مثلا اخر فترة انتشرت يعني صافتين حتى عن التنمر. صح. بس الحمد لله في نفس الوقت يعني حكومتنا والرؤساء تدخلوا في موضوع التنمر على طول، لان هالتنمر يعني اذا احنا ما مسكناه من حين بيأثر عليهم. أكيد. وطبعا الواحد حتى ما يخبر اهله او شيء لانه في خوف. يخاف مثلا يقول انا مثلا تعرضت للضرب او ها مثلا يمكن يقول ليش ما دافعت عن نفسك او ها، فهو حتى يبدا يقل ثقته بنفسه. جميل. يفكر انه هو مثلا يفكر انه مثلا ما يقدر يدافع عن نفسه، اهله بيقول هذا خواف او شيء، فهالشيء يخليه يتم ساكت بعدنا ما يتكلم. اكثر فيها مكبر طبعا، وهذا من جانب، ولكن خلينا نتكلم من جانب اخر. نحن عارفين انه اهتمام دوله الامارات الحمد لله ولله الحمد انه في هناك مؤسسات اصلاحيه وارشاديه، خاصه خلينا نقول يعني يمكن كثير من الأطفال اللي عندهم صفة التنمر بيخافوا من هذه المؤسسات لأنه بيتم إرشادهم بالطريقة الصحيحة وأيضا أعطاهم بعض العقوبات ليفهموا أنهم على خطأ، يعني بيدخلوهم في مراحل ستيب باي ستيب. وهذه أنا فعليا شفتها في كثير من الإمارات موجودة، يعني أنه هي معززة لدور المدرسة. أكيد. نحن بنعرف أنه في أخصائي اجتماعي ودوره شو هو، ولكن للأسف مثل الورقه اللي ما حدا شايفها او مثل الزهره اللي ما حدا شام ريحتها. اكيد. ولكن اليوم فقدنا شيء احيانا باللحظه، انه ما في جسر تواصل وما في جسر ثقه بين الاباء وبين الابناء. هو يمكن هذا اللي خلى في مشكله وفي فجوه. هذا اول سبب تنمر. يكون اول سبب ان بعد الاباء عن ابنائهم في البيت ما يتقربون منهم، فهالشيء بعد يعني يخلي حاجز بين مثل الاب او بين ولده. صح. انه ما يشكي الموضوع، هي ما يقدر، فحتى يلجا لبرا، يعني يمكن. صح. يلجا لحد من اهله يشوف انه اقرب عنا من اهله اللي وياه في البيت. انا نفسي اسالكم الصراحه، وانا بدي انا نفسي انا ما واحد نمر انا كنت في لا لا
أنا بس حد سؤالي بس خلاص اتفضلوا. لا قولي يلا كمل. أنا كنت عايزة أعرف وأنتوا صغيرين إن جنرال وأنا كمان هقول إيه أكتر موقف كنتوا بتحسوا فيه إن أنتوا بتتعرضوا للتنمر؟ أنا صراحة أول ما كنت أتنمر في الباص على طول أخبر الوالدة، ثاني يوم ما يمر للوالدة في الباص ومخلص الموضوع كامل ومروحة. أنا بعتقد إنه أسلوب المقارنة، مقارنة الطفل بطفل آخر، هذا أكبر أسلوب تنمر من الوالدين على الأطفال أولاً قبل ما نشوف أطفالنا برا. أكيد لأن الغيرة تسبب تنمر. صح. انا لا انا كنت اضربها والله هي دي المتنمره كيف الواحد بيتعامل مع انه والله كلام جد كلام انه وجود المرشدين السياحيين المرشدين الاخصائيين يكونوا داخل المدرسه موجودين بس في فترات يكون مش موجودين اللي هي الانصراف في الباص مثلا او فتره الفصحى مثلا يكون المدرسين مش متواجدين في هذا المكان فعارف انها في هالاوقات هاي دائما يصير فيها تنمر لما يكون فيها احد موجود فيها هي تصير يستغلون هالوقت هالوقت المتنمر نقول هو المهاجم صح. والشخص الثاني هو الضحية فدائما يعني قبل لا يهاجم هذا المتنمر فهو يعرف هالوقت مثل مستحيل يحصل مثل مدرسين أو معلومات أو في هالوقت أو انشغالهم مثلا في وقت الفسحة في البريك فهو مثلا يحط خلاص يحط هالشخص في باله أنها أنا حين بتنمر عليه أوقات مثلا يكون بين فرد من شخص لشخص أوقات مثلا يكون مجموعة على شخص واحد فهالشيء بس إحنا دائما كل سنة مثلا احنا في المدرسة نسوي لهم دورات نسوي لهم محاضرات حق الأطفال نفسهم نعم. إذا مثلا تعرضوا للتنمر أو حد مثلا أذاكم بكلمة مو بشرط يعني يكون بالجسد يعني حتى لو لفظي مثلا في الإدارة الجهة المختصة مثلا الإدارة مش موجودة مثل معلمة المهم حد كبير حتى لو أكبر مرحلة عنا إنه مثلا يخبر بس ما يسكت عن الموضوع أكيد أستاذة سلوى سعد يعني حديثك شيق و أكيد راح لنا لقاءات أخرى ولكن نوار وين بدنا نروح نوار؟ راح نطلع بريك بس بالأول بدي أتشكرك وبدي أقول لك نورتينا وكثير انبسطنا شكرا سلوى أنا سعيد بوجودكم